لو كم عملية تجميل بقدر أسألك هالسؤال بساوية؟ عادي عادي يعني بوجهي؟ كله سوا وجهك وجسمك. أنا أول عملية سويتها هي أنفي. نعم. اليوم شغلنا بالتلفزيون ممكن أنه يختلف لما أنا أشوف نفسي بالمراية. ممكن أنه يبين أشياء هواية بعيني مو هي مو مضبوطة أو ما عجبتني. نعم. فأول شيء سويته هو أنفي. سويته هنا ببيروت يمكن قبل 10 سنوات. لكن بدون ذكر أسماء. نعم. سويته عند دكتور كلش معروف. لكن للأسف أنه من بعدها انصدمت بنتيجة كلش ما حلوة. ممكن مشيتها أول 3 أشهر حتى أنه الورم صار في خطأ يعني بال شكله كلش ما حلو. عدت العملية؟ أي فعدتها ورا سنة. كم مرة عدت عملية؟ مرة. وشو غير عمليات؟ سويت عين. عينك؟ نعم. ومسوية شفط نحت. مش كتير يعني عمليات. لا هذول. شو عملتي بعينك؟ ومسوية فيلر أكيد. شو عملتي؟ سحبتها. سحبتيها؟ عملية جراحية؟ أي. وين بالعراق ولا بالعراق؟ كل عملياتي بالعراق. نعم. هذا اللي مسويته بس. بيجيكي عرسان او متزوجه حضرتك؟ لا لا ما متزوجه. منك متزوجه ولا اتزوج يعني؟ لن تتزوجي؟ ليه؟ مكتفيه بتربيه القطط؟ ممكن. اي ممكن. انا عرفت انه حضرتك عندك 38 او اكثر 35 قطه. 35 قطه. وثلاث كلاب؟ بالضبط. شو الهدف؟ وكمان عرفت انه القطط بتاخذيهم من الشارع يعني بتقويهم حضرتك. صحيح. انا شوفي الحيوانات كلش احبها للامانه يعني ابدا ما ربيت حيوان من هذا العدد كليته على شكله او لنوعه الغالي او اقتنيته لانه ممكن انه هو يكون نادر. نعم. هم كليتهم محليات او ممكن ان تكون حالات اهلهم تاركيهم وبالتالي انا تبنيتهم. نعم. ابدا وما انشر هذا الموضوع. كلهم موجودين ببيتك تهتمي فيهم وبترعيهم كرمال هيك ما تزوجتي؟ هذا مو السبب. ممكن اني يعني ما شفت الشخص المناسب لي حد الان. بعدك ما منك مقرره ترتبطي حاليا؟ لا. نعم. نرجع لموضوع هيفا وهبه. شي مره حبيتي تلتقي بهيفا او تواصلتي بعتي لها مسج على انستغرام او كان في تعليق منها؟ انا لي حد الان يعني ما تواصلت وياها ولا شفتها على الحقيقه. نعم. اكيد هذا الشيء يسعدني وأنا كلش أحبها أساساً يعني. فبالتالي يعني كأي نجم ممكن أنه أنا أحب أن ألتقي به. ممكن تغيري بشكلك، تلوني شعرك بطريقة مختلفة، تقص شعرك، يعني تبعدي بشكلك بالشبه عن هيفا وهبي؟ على فكرة يعني هو بالنسبة لي مرات الملامح هي تلعب دور كلش كبير سواء كانت بالمكياج او غيره. يعني اليوم انا مثلا طلبت انه يكون المكياج جدا طبيعي. نعم. ما واضح. حبيت ان يكون سموكي، حبيت ان يكون جدا طبيعي لانه بالتالي يعني ما له داعي انه انا اسوي مكياج ممكن انه حتى اتشبه بيها. انا ملامحي هذه تقريبا هي حقيقيه وانا الاضافات اللي سويتها ما كانت عن قصد. شعري ايه ممكن اغيره